سألنا هيدي لو هتحب تبدل مكانها مع حد من فريق عمل البرنامج هتختار ايه؟ موضوع الكرين ده انا معجبة بيه جدا، يعني بفكر لانه مسلي وفي جزء كده من تحسه جايب على اتاري شوية، بلاي ستيشن شوية، في زراير كده كتير وشاشات كتير وبتاع، فتحسه يعني مسلي اكتر من الكاميرا الثابتة. بيكو اداني انترودكشن صغير بالنسبة للكرين. الحلقات الجاية ممكن اسد غيبته لما يغيب مثلا، وإلا ممكن اشتغل برضو في الايام اللي فيهاش نفسي، انا اشتغل كرين. ومال واضح ان بيكو كسيب، يعني من شكله كده تحس ان هو كسيب ودخله محترم، فانا هحسن دخلي ان شاء الله واشتغل على الكرين.